لمناقشة تداعيات الفوضى الأمنية في كركوك والتأثيرات الإقليمية عليها ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان حياكم الله. بداية، بأي عين رأيتم تداعيات التوتر في كركوك وانعكاساته على قوى الإطار التنسيقي من جهة وعلى حزب البرزاني من جهة أخرى دكتور؟ حياك الله سيدي وحي المشاهدين الكرام. بالتأكيد نحن كعراقيين قبل أن نكون كمحللين استراتيجيين نرى بعين دامعة الأحداث المأساوية التي تحصل، ليس فقط لسقوط شهداء أو لأحداث شغب بقدر ما هو الشيء السيء الذي زرع على أثر هذا القرار الخاطئ في نفوس المواطنين داخل مدينة يجب أن تكون هي بالأساس عراق مصغر. للأسف الشديد هذا أكد على أن هكذا سلوك من قبل الجهات المعنية في الشأن العراقي سواء حكومة الإطار أو شخص رئيس وزراء وقراره، وإن جاء كما يقال اتساقا مع اتفاقات مسبقة هو قرار غير معني في مدى عراقية المنطقة ومدى استقرار المنطقة ومدى البعد العراقي الجمعي لكل مناطق وكل الآليات. إذا نحن أمام حالة تؤكد على أن الجميع دون استثناء السياسيين يذهبون إلى مغانم خاصة على حساب الجمع، وبالتالي ننظر أنه هو بداية إلى تعقيد أمر كثير، والأسف أنه أتى في زمن تتعقد الأمور بالعراق على مستوى الداخلي والإقليمي والدولي. دكتور قحطان، كما تعرفون وضعت قوى السلطة مادة في دستور الاحتلال تعالج المناطق التي توصف بالمناطق المتنازع عليها، ومن بينها طبعا كركوك بحسب المادة 140 من الدستور. لماذا لم تحل المشكلة حتى هذا اليوم؟ هذا إشكال كبير، هل المادة بقت كما هي أم انتهت لأنها فيها مدة زمنية لمناقشتها؟ ولكن كمتابعين نحن نرى أن أساسا الفقرة أو أساس مصطلح المتنازع عليه هو مصطلح دولي بين الدول، لا يمكن أن يستخدم كلمة متنازع عليه داخل الدولة الواحدة، وبالتالي هذا دلالة على أن الذي وضع هذه الكلمة هو يعي حقيقة أنها ستكون قنبلة لاحقا موقوتة، وهو الذي حصل. إذا نحن أمام إرادة خارجية صنعت الدستور وضعت مفردات في داخله للإساءة، قوى سياسية مرتبطة بالخارج أنانية التفكير، إذا نقول ونؤكد على أن الذي يسير بهذا الاتجاه هي إرادة خارجية، إرادة ضيقة ليس لصالح العراق. لذلك نرى حتى الدستور فيه خلل، وال140 لا أرى أنها سترى النور لأن هناك خلافات كثيرة كما قلنا على أجلها باعتبار انتهى، ثم مفهوم المتنازع عليها مفهوم فيه خلل كبير وتداخل لا يمكن الحسم بمجرد كلام. نعم دكتور، هناك من يتفق معك والكثيرون يتفقون معكم أن كركوك قنبلة موقوتة، ولكن السؤال لماذا توظفها وتتلاعب بها قوى السلطة منذ 20 عاما؟ ما الهدف من وراء ذلك دكتور قحطان؟ لكل مجموعة غايتها الخاصة. هناك مصطلح موجود أن كركوك كردستان، عفوا قدس كردستان، وهناك قول انها فلسطين كردستان او مكه كردستان، وهناك ايضا طرف اخر من اهلنا التركمان لهم راي اخر يختلف تماما، وهناك طرف اطراف اقليميه سواء يسار او يمين الجميع له راي وله رغبه في ان يتحكم بشان كركوك واحد. الشيء الاخر، الاموال التي تؤتى من خلال النفط وقانون النفط العراقي غير موجود واليد طولة لأي محافظة وأي منطقة أو إقليم خصوصا كردستان أن يبيع النفط كما يرى وكما يهوى، هو كله يدعو إلى أن يكون هناك إرادة خارجية فعالة في المنطقة، إرادة أنانية ضيقة مالية، تنازع سياسي على المناصب وعلى الكراسي. إذا أكثر من سبب. المشكلة الكبرى أنه لا جهة معينة رسمية ساعية حقيقة إلى احتواء الخلاف في هذه المنطقة، ولذلك نرى الأمر يتعقد، خصوصا كما قلنا قبل قليل إن في ظرف غير طبيعي يمر به المنطقة سيما بعد الحراك القبائل العربية في سوريا ضد تنظيم معين، وهناك قد يكون بالاتجاه ذاته حراك، ونحذر منه ونحذر من أي جهة تسعى إلى حل القضية بالقوة، لأن كركوك يجب أن تحل
تحل بإرادة وطنية جامعة شاملة، الجميع يستشعر أن كركوك فعلا له، وهنا على الحكومة أن تسعى إلى إلغاء وجود أي قوة عسكرية باستثناء الجيش والشرطة في كركوك لكي يستتب الأمن إن أرادت حقا تذهب باتجاه استتباب الأمن. دكتور قحطان، أين تقف القوى الإقليمية من الأزمة في كركوك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخاصة إذا ما تحدثنا عن الموقف الدولي؟ هناك صمت مطبق من قبل الولايات المتحدة حول ما يجري في كركوك، كيف تفسر ذلك دكتور؟ بدءا من الأطراف الإقليمية، كل من يسعى إلى على هواه، إيران تحاول أن تفرغ هذه المنطقة من جماعة البرزاني لصالح الطالبان، يعتبر هناك توافق معهم، والأتراك عندهم رأي باتجاه الأخوة التركمان، وهذا أيضا نحن لا نوافق عليه بالتأكيد، لأن تدخل الخارجي أي كان تحت أي مسمى هي حالة خاطئة، والأخ التركماني في كركوك هو عراقي الأصل، له حق في كركوك كما حق البصرة والبصرة، وحق ابن كربلاء في كربلاء، وحق كل منطقة. التدخل الأمريكي أنا أرى يقترب إلى الحالة السابقة مع بداية الاحتلال، ما يسمى بالفوضى الخلاقة. أمريكا على ما يبدو أن تذهب باتجاه إشعال الحالة بدعم شكل بآخر لكي تخلق حالة اضطراب، هذا الاضطراب الأمني يعكس على حالة لا استقرار في المنطقة، يدفع باتجاه ظهور التدخل الأمريكي إلى جانب الحكومة باعتبار اتفاقية أمنية موجودة. هذه الفوضى ستكون لصالح أمريكا ولمجال أوسع للتدخل بشأن عراقي. إذا نعتقد أن ستكون كركوك للأسف الشديد إحدى أدوات اللعبة الإقليمية الدولية في العراق، وبالتأكيد الدافع الثمن الوحيد هو المواطن العراقي، إن كانت لغته كردية أو تركمانية أو عربية، وإن كان دينه مسيحي أو يزيدي أو إسلامي. دكتور قحطان، أخيرا، الهدوء الذي يحدث الآن في كركوك هل هي نتيجة تفاهمات داخلية أم حصل تراضي بين الفاعلين الإقليميين؟ أعتقد لا، هو هدوء يسبق عاصفة، لأن الأطراف المعنية بما فيها مقدما البرزاني يقتنع أن عدم إعادته أو إعادته ثم إخراجه بهذه الآلية والتنصل من اتفاق معين بينهم هو وعد إلى الحلم الذي يفكر به. الجانب الآخر، إيران ترى أن عملية إبعاد هذا البرزاني من المنطقة نصر للجانب الطالباني، الطالباني كذلك يسعى لهذا الاتجاه. الأكراء أتراك أيضا بحكم العلاقة مع تركمان يرون أي توسع أو إعادة للبرزاني هو رغبة أو توجه ضد الرغبة المحلية، العرب كذلك بهذا الاتجاه. إذن هم خلقوا قنبلة، فجروا قنبلة بإجراء ما كان أساسا أن يقوم به المعنيون، ذهبت الأمور إلى مآلات سيئة. أعتقد الأمور ستصب لصالح أمريكا ولصالح الأطراف الإقليمية، وتجعل المنطقة العراقية وكركوك للأسف الشديد تكون اللغة فيها لغة دم أحمر. عبر سكاي من بغداد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم.